بنت الله يخرب بيتك، انت رجلي خدت على هنا ولا ايه؟ ايه اللي جاب؟ وكمان داخله من هنا ليه؟ في ايه؟ مدام سوزي بعتنا جيبك. ليه؟ مزنوقه فيا قوي؟ ما انا طول عمري متلقحه قصادها، ايه اللي جت؟ قالت لي هتديني 10,000 جنيه لو عرفت اجيبك، وكانت عايزه تبعت بنت من بناتها، بس انا قلت لها لا انا اتصرف واجيبك. هو انا مش مدياكي فلوس؟ صرفتيهم في ايه؟ ما خلصوا. خلصوا؟ طبعا على الحباب اللي بتطفحيه. سيبيني في حالي يا هند، انا فيا اللي مكفيه. انتوا ليه مستخسرين فيا العيشه النظيفه؟ مين اللي مسلط عليا يا سحر؟ بدوي هو اللي سلط مدام سوسي. الله يخرب بيت ابوكوا انتوا الاثنين. عارفه؟ عارفه لو سياده اللي هو عارف اي حاجه انا عمري ما هسامحك. يا بت 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 في ايه؟ في ايه مالك؟ استني تعالي تعالي بس استني استني بت بت استني يخرب بيتك يا نهار اسود. ايه ده؟ مين دي؟ معلش يا باشا دي واحدة صاحبتي بس دايخة شوية، هعمل لها كوباية مية سكر وأجي لك تاني. حرام عليكي نفسك بقى، تعملي في نفسك كده ليه يا صح؟ اقعدي يا حبيبتي اقعدي اقعدي. تعالى يا هند معايا كمان دول وخليهم يدوني الفلوس. حرام عليكي يا سحر، أنت عارفة هم عايزين أروح ليه؟ عايزين أروح يا حبيبتي عشان يعملوا عليا كبسة وأتفضح عند اللواء. وهي مدام سوزي هتعمل معاكي كده ليه بس؟ هتعمل اكتر من كده، اللي يخليها تصب عليا دوب الارض، وكمان عايزه تديكي الفلوس دي كلها. ليه يا اختي؟ عشان سواد عيوني؟ انا خلاص اتحرقت، ما بقتش يعني نمره جديده. امسكي يا حبيبتي اشربي اشربي. شفت دماغك من الاول ليه مع بدو؟ انت عارفه ان هو وسخ وما بيحبش الخير لحد. زهقت يا سحر، قرفت من العيشه السودا اللي احنا عايشينها. هو مش كل واحده بتحب واحد وتصون نفسها، احنا ليه بقى ينكتب علينا القرف ده طول عمرنا؟ ولنفرض يعني ان انا بطلت، ما بقتش عايزه اعيش محترمه شويه، خلاص الدنيا تقف عليا اخسرهم يا اختي في شباك التذاكر. انا تعبانه قوي يا انت، خلينا بيت النهارده معاكي. حاضر يا حبيبتي. بصي انا هشوف وشكلي كده، ولا انت هباتي ولا انا هباتي، وشكلي همشي معاكي. يا بنتي ده بيت النهارده بس. انا تعبانه عايزه انام ليله واحده بس، ينزل ويفلي في الطرف النازله ننام جنب بعض زي زمان. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر، انا هشوف كده وارجع لك. اشربي اشربي. كلتي؟ اجيب لك حاجه تاكليها؟ مش عايزه. طيب هشوف. باشا ممكن اطلب من حضرتك حاجه؟ نعم يا كريم، عايزه ايه؟ يقعد هتقعد. معلش يا باشا انا صاحبتي تعبانه قوي، وهي ملهاش اهل ملهاش حد في الدنيا غيري، فممكن يعني تبات معايا النهارده بس؟ طب خلاص بلاش، انا ممكن انزل اوصلها يعني، اصل انا خايفه يحصل لها حاجه في السك، ودي بنت غلبانه قوي يا باشا. كريم كريمه من فضلك انا مش ناقص مشاكل، ما تدخلنيش في المشاكل بتاعتك ارجوك، سيبيني في حالي بقى. ربنا ما يجيب مشاكل يا باشا والله العظيم. خلاص يا باشا انا هنزل اوصلها بس عشان ما يحصلهاش حاجه، دي شكلها كده واقعه في مصيبه. حاضر يا ست كريمه، بس النهارده بس، تفضل قاعده في الاوضه ما تطلعش بره، ما تشوفهاش خالص في البيت. حاضر. مفهوم؟ ومن الصبح بدري تاخديها تمشيها. حاضر يا باشا، ربنا يخليك يا باشا وما يحرمنا منك. متشكرين قوي يا ست كريمه، اتفضلي حضرتك. حاضر حاضر. قفل باشا، قفل الباب يا باشا. امشي يا كريمه.